لم تكن 500 يوما فقط هي ما جعلته يفصح بهذا الدعاء، وإن كان مبنيا للمجهول، لكن المعلوم وبما لا يخالطه شك حاليا أن معاناة تتفاقم هنا كل يوم. فحين يكون الطموح الحصول على بضع قطرات من الماء بالصعوبة التي تظهر في هذه المشاهد، عندها يحق لهم الدعاء بل والمقاومة أيضا، وإن كانوا يتخذون الصبر سبيلا لهم باعتبارهم يقطنون العاصمة صنعاء بعد فشل السياسة والعمليات العسكرية بحسم الحرب والوصول بها نحو النهاية. أكثر من 500 يوم على بدء الحرب في اليمن ليست كافية ربما بنظر مؤججيها لإنهاء معاناة 80% من الشعب اليمني، والتي أعلنت الأمم المتحدة حاجتهم الماسة للمساعدة العاجلة، بالإضافة إلى 14 مليون يواجهون نقصا في المواد الغذائية ومليوني شخص نزحوا عن ديارهم. الأمم المتحدة أيضا أعلنت في وقت سابق حاجتها لأكثر من مليار دولار لإغاثة متضرري الحرب في اليمن، لم تستطع الجمع منه إلا ما يكفي لتمويل 7% فقط من الاحتياجات، بالإضافة إلى عدم قدرتها الوصول للكثير من الأماكن النائية أو تلك المغلقة بسبب الحصار، رغم وجود نداءات استغاثة تعلو كل يوم أكثر، لكن يبدو أن الإغاثة العاجلة ستأتي متأخرة لإنعاش ما تبقى من الإنسانية الضائعة هنا.